السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا مجموعة من الأخبار إلها ما تم ذكرها على وسائل الإعلام التركية بالإضافة إلى إحصائيات فيروس كورونا. تابع مع الفيديو للنهاية لمعرفة جميع التفاصيل إن شاء الله. بسم الله. دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، نوجه نداء للعالم الإسلامي، لقد حان الوقت لنقول كفى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية الدنيئة. وأيضا رئيس الشؤون الدينية التركية، سنرفع أصوات الدعاء في كافة مساجد تركيا بعد أذان الظهر من أجل المسجد الأقصى. وأيضا نقوم بالانتقال إلى طبعا أخبار إلى الشمال السوري، حيث يستمر لاعب كرة القدم مسعود أوزيل بتوزيع وجبات الإفطار التي تبرع بها في الشمال السوري المحرر طيلة شهر رمضان المبارك، والتي تكفي 567 شخصا يوميا. الله يجزاه الخير على هذا العمل. وأيضا سيدات سوريات يطلقن مبادرة ملابسك تسعدهم للألبسة المستعملة التي تم تدويرها لمدة أسبوعين في شهر رمضان المبارك، حيث تم تدوير الألبسة التي تم التبرع بها من قبل الأهالي، وتهدف المبادرة إلى كسوة الأطفال في إدلب بلباس العيد بمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد. وأيضا وزارة الصحة التركية يعلن أن عن أكثر الولايات تسجيلا للإصابات من تاريخ 1 إلى 7 أيار، وهي على الشكل التالي: اسطنبول، قسطموني، تيغراد، زونغولداغ، وأرزروم. وأيضا وزير الصحة التركي يعلن عن أقل الولايات تسجيلا للإصابات من تاريخ 1 إلى 7 أيار، وهي على الشكل التالي: شرناخ، أضنة، ماردين، أورفا، وفان. وأيضا 9 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال قطاع غزة، رحمهم الله ورزق أهلهم الصبر والسلوان إن شاء الله. ونقوم بانتقال إلى إحصائيات فيروس كورونا، حيث بلغ 13604 إصابات، بالإضافة إلى حالات الشفاء 26953 حالة شفاء، وأعداد الوفيات 282 حالة وفاة. إن لله وإنا إليه راجعون. طبعا هاي أهم الأخبار التي تم ذكرها على وسائل الإعلام التركية لهذا اليوم. وإذا عندك أي سؤال أو أي استفسار بخصوص أي موضوع حطنا بالتعليقات، وإن شاء الله سوف نقوم برد عليكم بأقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.